من الأمراض الشائعة في المنطقة العربية والعالم بصورة عامة الارتجاع الحمضي، والكثير من المرضى يسألون عن الآثار الجانبية للأدوية التي نستعملها بصورة مزمنة لعلاج الارتجاع الحمضي، وهل العمليات الجراحية ذات جدوى أم لا؟ أحد العمليات الشبه جراحية، إذا يمكن إطلاق ذلك التعبير، هي عملية الاستريتا، اللي هي عبارة عن حرق داخلي بواسطة المنظار لمنطقة صمام المريء السفلي. هي عملية مجدية جدا، لا تحتاج إلى جراحة، وقليلة احتمالات الآثار الجانبية. القصد منها أن نقلل من الارتخاء في منطقة أسفل المريء، وبالتالي نستطيع إلى حد كبير أن نخفف من الآثار السلبية للارتجاع الحمضي والشعور بالحرقان. في كثير من الحالات، أي أكثر من 80% من الحالات، يستطيع المريض أن يوقف الاعتماد على استعمال الأدوية بصورة دائمة، وفي 10% منهم يمكن أن يخفف استعمال الدواء بصورة جيدة جدا، إلا عند الحالات الضرورية. المنظار يتم تحت التخدير العام بالمستشفى، والمريض عادة ما ينتظر معنا بالمستشفى حوالي 24 ساعة للمراقبة حتى نطمئن من عدم وجود أي آثار سلبية كالآلام والغثيان في الساعات الأولى بعد المنظار. عدا ذلك، ليس هنالك نسبة عالية من الخطورة كحدوث مضاعفات يمكن تؤثر على صحة المريض.